مرحبا بكم في إيفو فيلم. هذا هو الجزء الأول من سلسلة مقاطع الفيديو الخاصة بنا حول تركيب فيلم تظليل النوافذ إيفو فيلم. تؤكد من اتباع التعليمات والعمل بهدوء ومنهجية للحصول على أفضل النتائج. لا تتعجل تنظيف وتلميع الجزء الداخلي من النافذة، إزالة الشحوم والأوساخ والجزيئات. قم بتنظيف حواف النافذة بعناية إضافية، وإلا فقد تخاطر بعدم التصاق فيلم النافذة. أملأ دلواً بالماء الساخن ثم ضع طبقة تظليل النافذة التي ترغب في تثبيتها في الدلو. قم بخلط سائل التطبيق مع الماء الساخن في زجاجة الرش. تجميع مكشطة التثبيت. قم بارتداء القفازات لتجنب وضع علامات دهنية على غشاء النافذة أو الزجاج أثناء التثبيت. ضع طبقة رقيقة من جل التثبيت الخاص بشركة إيفوفيلم إيفوجل على طول حواف النافذة المراد تركيب الفيلم عليها باستخدام الفرشاة الإسفنجية. يحافظ الجل على حواف طبقة النافذة في مكانها أثناء التجفيف لتجنب تقشير الحواف. أولاً، رش النافذة بسائل التطبيق، ثم قم بتطبيق فيلم النافذة بعناية. ضع الفيلم على النافذة واضبطه بحيث يتم وضعه بشكل صحيح. قم برش الكثير من سائل التثبيت على فيلم النافذة قبل استخدام المكشطة، ثم قم بتشغيل مكشطة التثبيت بلطف وبشكل منهجي فوق فيلم النافذة للضغط على معظم الماء الزائد بين النافذة والفيلم لإزالة الفقاعات والتجاعيد. رش الفيلم مرة أخرى. اضغط على المكشط بقوة أكبر على فيلم النافذة وابدأ في دفع سائل التثبيت بين النافذة والفيلم. كرر عملية الرش والكشط 3 إلى 5 مرات حتى يختفي كل الماء الموجود بين الفيلم والنافذة ويتم تمديد الفيلم بشكل صحيح. يجب أن يمتد الفيلم عادة ما بين 3 إلى 5 مليمترات عند تركيبه بشكل صحيح. بمجرد تركيب فيلم النافذة، كرر عملية الكشط على طول جميع الحواف المحيطة بالنافذة. غالباً ما يتراكم أي سائل إضافي غير مرئي للعين على طول حافة فيلم النافذة ويجب كشطه أو مسحه. يجب الضغط على هلام التثبيت الزائد ومسحه بقطعة قماش مبللة. استخدم المكشطة المستديرة للوصول إلى الزوايا. دع طبقة الصبغة تجف. إذا أمكن، اترك السيارة في بيئة باردة مع أبواب مفتوحة أثناء عملية التجفيف. لا تعرض السيارة للشمس والحرارة مباشرة بعد التركيب. قد يؤدي تجفيف فيلم النافذة بسرعة كبيرة إلى عدم التصاق الفيلم بشكل صحيح. شكراً لك على مشاهدة الجزء الأول من سلسلة فيديوهات التثبيت الخاصة بنا.